الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود، أفض علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا معرفة إلا ما ألهمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك من العصمة دوامها، ومن النعمة تمامها، ومن العافية حصولها، ومن الرحمة شمولها، ومن العيش أرغده، ومن الرزق أوسعه، ومن اللطف أنفعه، ومن الإنعام أعمه، ومن الإحسان أتمه. اللهم كن لنا يا جبار ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا. اجعل إلى معرفتك ورحمتك مصيرنا ومآلنا، وسبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، اجعل التقوى زادنا. اللهم اجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا، فإن عليك توكلنا واعتمادنا. ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة. خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا معيشة الأبرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأستاذينا من الدين والمظالم والنار. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم ارزقنا في الدنيا رضاك وفي الآخرة لقاءك، ووفقنا لحج بيتك الحرم وزيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته، واسقنا من كأسه، ولا تحرمنا رؤيته يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم سلمنا وسلم معاهدنا
وسلم علماءنا من نافحات الدارين. اللهم إنك تعلم حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء، فقضها يا قاضي الحاجات، وإنك تعلم أمراضنا وأمراض مرضانا، فاشفها يا شافي الأمراض. ربنا تقبل منا دعاءنا، ولا تردنا خائبين بمحض فضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.